الآن بالسيد مهندس عمر سليم من خريطة الشارع المفتوحة مصر. مهندس عمر سليم متخصص في نمذجة معلومات البناء Building Information Modeling، وهو مهندس معماري موجود حاليا في قطر ومن مصر الشقيقة. والمهندس عمر سليم هو صاحب أفضل محتوى عربي في Building Information Modeling، وقام بإطلاق مبادرة علمية اسمها بيم أريبيا، واللي احنا صراحة أنا واحد من الناس من تواصلت معاه ولصقت معاه مباشرة قبل فترة لإطلاق مبادرة أوبن ستريت ماب أريبيا أسوة بالمبادرة اللي هو كان أطلقها اللي هي بيم أريبيا. فكان في الموعد بارك الله فيه، ويعني ودائما نشط جدا، وتقدر تشوفه حتى الموقع والمجلة العلمية واليوتيوب تشانل تاعه. فصراحة يعني داير شغل ممتاز جدا، والفضل لله ثم اللي هو في إثراء المحتوى العربي في كل ما يخص البيلدينج انفورميشن موديلينج. سعداء جدا سيادة المهندس عمر سليم بتواجدك معنا اليوم، ونشكرك على تلبية الدعوة، وتفضل مشكورا بالمشاركة يا دكتور باشمهندس عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير يا دكتور. شكرا لحضرتك وشكرا للسادة الأفاضل. مرحبا دكتور عمر، على بركة الله. إن شاء الله هنتكلم على موضوع الأوبن ستريت ماب في إيجيبت، بس قبل ما نتكلم عنه هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، موضوع المدن الذكية أو السمارت سيتيز. ودي حاجة مهمة جدا جدا، لأن دلوقتي عندنا تقريبا في 6 مليار من الناس على سنة 2050 هيكونوا عايشين في المناطق اللي هي مدن. فالناس دي محتاجين ان احنا نعمل لهم تصميم ممتاز جدا، بحيث ان هو يعني مش فكرة ان هو يحط سنسور وخلاص، لا، فكرة ان هو الانسان يكون مستريح في المكان دوت. فاحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع الزحمة وموضوع الإنارة، وعندنا مشاكل كتيرة جدا. فناس كتير تقول لك لا انتوا رايحين لسمارت سيتي ازاي، ودي مفروض رفاهيه. لا، هو الموضوع مش رفاهيه خالص، الموضوع موضوع اولويات. احنا في دول كتير جدا في امريكا الجنوبيه بدات تشتغل على بعض الحاجات في السمارت سيتيز، ووفرت فلوس كتير جدا بالملايين الدولارات، لانها مثلا عملت الشوارع مثلا بتنور في المكان اللي الناس بتتحرك فيه. لو المكان الشارع ساكت ومفيش حد بيتحرك، دي بتفصل، وده بيوفر كهرباء، زائد استخدام الطاقة الشمسية. احنا عايزين برضو السيد الأفاضل أعلم مني ممكن يتكلم فيها ازاي نستخدم السمارت سيتي في المدن المقاومه حاليا. يعني في مدن مثلا فيها مشاكل كتيره جدا، ازاي نقدر ان احنا ناخد بعض العناصر من السمارت سيتي، مش لازم كلها، ونبدا نعمل المدينه بحيث ان يبقى في اداره كامله ليها، وفي مراقبه لكل حاجه بتحصل فيها، ويكون احنا عارفين ايه المشاكل اللي موجوده فيها. وطبعا باستخدام الذكاء الصناعي نقدر نستنتج ونشوف ايه الحلول اللي احنا ممكن نعملها. ده اهم بكتير من المدن الحديثه. وحاليا في مصر في اكتر من مدينه المفروض انها تبقى سمارت سيتي، زي العاصمه الاداريه الجديده، زي مدينه العالمين، زي مثلا المنصوره الجديده. في مدن كتير جدا بدات تنشا، ودي ان شاء الله نحاول ان احنا نتعامل مع كل الناس الموجوده بحيث انها تبقى فيها جزء كبير جدا من السمارت سيتي. بس احنا كنا محتاجين زي خريطه قويه جدا، نظام خرائط، وطبعا الحاجات دي بتبقى مكلفه جدا. فاحنا لقينا حلول للموضوع دوت باستخدام الاوبن ستريت ماب، لان احنا لقينا ان الناس بتدينا حاجات اوبن سورس وعمل تطوعي، الناس كلها ممكن تشارك فيها، ممكن مشاركات بسيطه جدا تتجمع مع بعض ونلاقي حاجه كويسه جدا اتعملت معانا. زي موضوع الاوبن سورس، الناس كتير كل واحد بيكتب سطر وفي الاخر يطلع لنا برنامج عملاق جدا متخصص، البرامج البديله ليه اللي هي اضعف منه بمليارات، وهو برنامج يعني مثلا عندنا برامج كتير جدا قوي جدا واقوى من الاصلي، زي مثلا برنامج البلندر ده اوبن سورس وهكذا. فاحنا لقينا اوبن ستريت ماب مجانيه، والناس تقدر تشارك في المعلومات فيها، ونقدر بدل ما ندفع ملايين، لا، احنا نقدر نقدم للدوله بتاعتنا المعلومات دي كلها مجاني، يعني من خلال مثلا
موضوع زي الدكتور عبد الرحمن كان بيقول، موضوع مثلا زي ان الواحد ياخد الموبايل ويبدأ يصور الشارع، دي حاجة جميلة جدا وهتعمل انتاج جميل جدا. ان يجي واحد بعد كده يقدر يحول المباني اللي موجودة دي لمباني لها ارتفاعات. طب هيفيدني في ايه؟ هيفيدني كمثلا حد معماري بيقدر يعرف الجيران اللي حواليه، الشمس هتبقى عاملة ازاي، الظلال، الدراسة للرياح، الحاجات دي كلها هتوفر عليه وقت كتير جدا. هيبقى عندنا دراسة للاستهلاك بتاع المية والصرف والحاجات دي كلها. يعني ممكن اجي في مدينة واعمل مثلا اطول برج في العالم، تمام، وافاجئ ان انا مثلا الصرف اللي فيه لو صرف على الشبكة بتاعت الصرف هتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا وهتسد، فاضطر ان انا رغم ان انا باني حاجة هاي كلاس وحاجة كويسة جدا ان انا اجيب عربيات تخرج اسف يعني الويست او الصرف السويل بتاع البرج الشيك الجميل دوت. فدي حاجة لازم نكون درسنا كويس جدا، احنا ممكن نبني مبنى بس المكان بتاعه مش مظبوط. فعشان كده ان شاء الله احنا لسه شغالين في موضوع تسجيل الجمعية رسميا، وان شاء الله في فريق عمل جاهز بحيث ان هو يبدأ يصور الشوارع من خلال مثلا حاجه زي كارتا فيو، ومثل الموضوع ان هو اوبن سورس، يعني اي حد ممكن ياخد المعلومات ويبدا يستخدمها هو في حاجه تانية مفيده، حاجه تانية تنفع البلد. وان شاء الله كل المعلومات هنتكلم مع الهيئات الرسميه انها تتشارك معانا المعلومات دي وتستفاد منها، ومش هنكلفهم حاجه ان شاء الله، بالعكس يعني احنا حاجه هتسرنا، واحنا يعني اقل حاجه نقدمها للبلد ان احنا نعمل خريطة ثلاثية الأبعاد نقدر نساعد أي حد متخذ القرار إن هو يشوف أفضل حاجة للناس اللي هتسكن. أهم حاجة بالنسبة لنا السكان بتوع المكان. الموضوع سهل جدا، مش محتاج إن كل واحد يبقى مبرمج، لا ممكن في بعض المبرمجين يساعدوا، في ناس عندهم مثلا أجهزة GPS هتساعد تبقى أدق، ممكن بالموبايلات العادية الناس تقدر تستخدمها ونقدر نجمع المعلومات كلها ونجمع الداتا. انا فوجئت ان في برامج كتيره جدا الواحد بيشتغل عليها من غير ما يكون عارف، وهي معتمده على الاوبن ستريت ماب، زي برنامج مثلا اليومن ده معتمد على الاوبن ستريت ماب، في الاوتوكاد كذا بلجن بياخد الخرائط ومعتمد على الاوبن ستريت ماب دايركت، في مثلا السايبر سيتي 3 دي، في برنامج الانفرا ووركس 360 معتمد برضه عليه، في لو احنا بنشتغل بالكيو جي اي اس او ارك جي اي اس، كل البرامج دي بتاخد من الاوبن ستريت ماب دايركت ومن غير ما يكلف حاجه. فاغلب البرامج بتعتمد عليه في الشغل بتاعها، وفي الاخر بنلاقي كل المباني ثلاثيه الابعاد زي ما احنا شايفين. ودي خطوه كويسه جدا ان احنا نبدا نعمل خرائط للمدن كلها، بحيث ان لو اي حد عنده اي حلول يبدا يجرب ويشوف الموضوع ده نفع ولا لا. ان شاء الله يعني قريبا نكون، اتمنى في اللقاء الجاي يكون في اوبن ستريت ماب ايجيبت تتحرك بشكل قوي وتسجل رسمي،